احنا كمان كل يوم ثلاثاء في الساعه 10 صباحا اعصابنا الاسبوعي، بنأكد برسالتنا دائما ان نتواصل دائما انه احنا مع اسرانا بواسل، سنبقى نشارك في كل الفعاليات تخص اسرانا بواسل حتى اطلاق سراح اخر اسير فلسطيني. طبعا اسرانا بتعرفوا انه هناك هجمه شرسه على اسرانا بواسل في ظل طبعا انشغال العرب وانشغال العالم، كل واحد في شؤون الداخليه، وحتى انشغالنا الداخلي في المؤتمر، انشغالنا الداخلي في وضعنا الانقسام الداخلي. الاسرى لحالهم اللي قاعدين بواجهوا الجلاد، بواجهوا الاحتلال، اسرانا لحالهم قاعدين هم اللي بواجهوا كل اللي الضغوطات النفسيه والانتهاكات والتنقلات والعزل والزنازين. حتى على مستوى الشارع الفلسطيني للاسف تراجع كبير في ظل هذا الترهل العام في وضع الشارع. احنا بنناشد كل المؤسسات، بنناشد كل مجتمعنا المحلي ومجتمعنا الكرمي، نرجع من جديد نتنشط لكل مؤسساتنا، بنناشد فصائلنا الوطنيه، بنناشد كل الفصائل، نرجع نعتصم، نرجع نشارك، نرجع نعمل فعاليات حتى نقدر نوصل صوتنا ورسالتنا لاسرانا بواسل انه انتم مش لحالكم، احنا معكم، احنا داعمين لكم واحنا واقفين معكم. اشتركت اليوم بسبب الاسرى، اخواتنا واعزائنا وكل واحد ببيته اسير، هذا اقل واجب ممكن نقدمه للاسرى. طبعا الظروف اللي بمروا فيها كتير صعبة وكتير شديدة خاصة في الفترة هذه، احنا بندعو كل المنظمات الدولية والمحلية وكل واحد بيطلع بإيده انه يساعد، المفروض انه نساعد ولو بوقفة يعني صغيرة، بس الحمد لله هم هذا اشي كبير بالنسبة لهم، و يعني هذا اقل اشي ممكن نقدمه. معاناتهم كبيرة واسرهم كمان الله يكونهم في المعين، امهات واباء وزوجات وابناء، احنا بنقدر اسرهم ومعاناتهم جوا سجون الاحتلال، والظلم لابد ان ينتهي يعني في يوم من الايام، والصبر لابد له فرج ان شاء الله رب العالمين، والله معهم واحنا معهم ان شاء الله.